طبعا مثل ما انتم عارفين مشاهدينا الاكارم، يعني جماعه الحوثي عبر خطباء المساجد واعلامها وغيره ان دعت الى عدم التلقيح، وقالت ان هذا اللقاح هو مؤامره غربيه، لكن في بعض الاشاعات يعني احنا مش عارفين يعني صحتها، انه في الان تمارس بعض التطعيمات في المدارس بشكل اجباري، وأنه ما يمكنش يمشي أي طالب أو طالبة إلا وقد أخذ هذا اللقاح. لكن بغض النظر عن حقيقة هذا الموضوع، هذا انعكس طبعا على الطلاب. اليوم كثير من الطلاب تغيبوا عن المدارس، الآباء والأمهات يعني ما خلوش عيالهم يروحوا للمدارس خوفا من هذه اللقاحات. معي نائب مدير التثقيف الصحي بمحافظة تعز سيد تيسير السامعي، نتكلم عن هذه اللقاحات ومخاطر عدم أخذها والأشياء التي ممكن أنه يتم أخذها من أي مكان من الصيدليات. أستاذ تيسير يا مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله يا أخي. يا مرحبا بك. الآن يعني مثل ما أنت عارف أنه تم منع اللقاحات في صنعاء، يعني هل انعكس بالفعل على صحة الأطفال، خصوصا أنها قالت أنها هذه مؤامرة غربية، وخصوصا أن لنا فترة من المنع؟ نعم، انعكس هذا بشكل كبير جدا، والدليل على ذلك هي البيانات او التقارير الاحصائيه الصادره حتى عن منظمه الصحه العالميه، التي كان اخرها بيان صدر عن منظمه الصحه العالميه يقول ان اكثر من 34,000 حاله اصابه بالحصبه، منها 400 واكثر من 400 حاله وفاه. يعني هذا يعتبر كارثه يعني، وهذا دليل بسبب منع اللقاحات ومنع تلقيح الاطفال، لانه نحن كنا على يعني الحصبه قد كانت اختفت من اليمن. ليس الحصبه فقط، ايضا عندنا شلال الاطفال. نحن نعرف انه اليمن قد كانت حصلت على شهاده من منظمه الصحه العالميه في عام 2009 بخلوها تماما من مرض شلال الاطفال. لكن الان حسب احصائيات وزاره الصحه في العاصمة المؤقتة عدن، بأنه عام 2021-2022 سجلت أكثر من 228 حالة إصابة بشلل الأطفال، ومعظمها هذه في مناطق صعدة وحقة وأيضا مناطق الشمال الشمال يعني. يعني هذا طيب أستاذ تيسير، الآن مثلا يعني هل عندكم علم بهذه اللقاحات التي يعني الان بتفرض على مجموعه من الطلاب كما قيل، ولا انها اشاعه؟ والله حسب علمي بانه هذه شائعه، هناك يروق لها البعض، لكن نحن نقول انه بالنسبه للقاحات، اليوم صدر بيان من البرنامج الوطني للتحصين الموسع في العاصمه المؤقته عدن، اتكلم به بوضوح انه اللقاحات التي تعطى عبر وزارة الصحة معروفة، ومعروف أماكن إعطائها ومتى تعطى، ونحن عندما نقوم بحملات هذه الحملات تكون نعم. يعني عبر الإعلام تكون حملات معروفة، وعبر فرق ميدانية مدربة، يعني المسألة مش مسألة عشوائية. طيب يعني أستاذ تيسير، يعني عشان أنه ما أمتلك الوقت الكثير، لكن يجب أنه تتحركوا في هذه الجزئية، توعوا الناس الموجودين الآن في تلك المناطق أن هذه اللقاحات هي المسموح بها، وأي حاجة غيرها لا يعني ما يأخذوها. أنا أوجه رسالة سريع اذا سمحت. نعم، انه اقول له اي لقاح لا ياتي عبر يعني وزاره الصحه او عبر المراكز الصحيه او عبر حملات وطنيه معلنه ومعروفه الجهات التي تقوم بها، فهو لقاح غير يعني نعم. باطل، وانصح الاباء عدم اخذه. شكرا. نحن نعرف انه اماكن اللقاح موجوده، هي موجوده في المراكز الصحيه، تشرف عليها الكوادر الطبيه مؤهله ومدربه. نعم. معرفة الموضوع مش موضوع عشوائي. صحيح. أنا أوجه لك تحية على كل هذه الإيضاحات للأستاذ تيسير السامعي، نائب مدير التثقيف الصحي بمحافظة تعز. شكرا جزيلا لك.